بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم. طلباتكم أوامر بلوزة جميلة، دي ممكن تبقى صيفي، ممكن تعمليها شتوي، ممكن تعمليها من الأصواف الخفيفة لموسم الخريف. عملية جدا، بتلبسيها على بنطلون، ممكن تلبسيها على جيبة، هي حلوة قوي. هي عبارة عن كولونيه من نص الأمام مرد، نص ياقة عليه كورنيش، الكم عادي، تشريبات بسيطة من على راس الكم وإسورة. ده تلخيص الموديل. حبايبي ما تنسوناش في اللايكات، تعليقاتكم الجميلة، دعواتكم الحلوة، يا رب كده أقدر أوفي كل طلباتكم. طيب بصي حبيبتي، انت بترسمي الباترون المعتاد بتاعك، هتاخدي طول البلوزة بقى اللي انت عايزاه، تاخديه 80 سنتي 85 اطول اقل، ده بتاعك انت. بتاخدي البلوزة ديت لو جسمك رفيع ممكن مترين وربع، طيب ممتلئة مترين ونص، خلاص. هتيجي بعد كده هتاخدي الطول بتاعك، خط الاكتاف اهو ماشي، هتيجي تعملي عرض الرقبة. طيب احنا قلنا عرض الرقبة بنطلعه ازاي، حضرتك بتاخدي محيط الصدر بتاعك، دوران الصدر، وبتضيفي 4 سنتي على الدورانات، يعني الاضافة اللي انت هتحطيها على مقاسك 4 سنتي على محيط الصدر وليكن 80، وعلى المحيط اكبر والوسط بتضيفي 4 سنتي، يعني اذا لو 80 هتضيفي 4 سنتي تبقى 84. تعملي كده، تبتدي تقسميهم على 2 4 مرات، يبقى 8 على 2 في 4 في 2 على 2 في 2 في 1 على 2 10.5 على 2 فيها 5.25، تيجي تضيفي عليهم 1 سنتي بقوا 6.25. 6.25 هتيجي تحركي كده 1 سنتي لتريح الرقبة، على أساس ما يبقاش الكتف ملزوق خالص في الرقبة، ده يضايقك شوية، يبقى إذا عندنا محيط الرقبة 7.25. انزلي بيهم 7.25 كده، واخدة بالك، على أساس تظبطي ما تبقاش واسعة معاكي. طيب في طريقة تانية حبايبي، انت بتلفي المزورة على رقبتك، بتاخدي محيط الرقبة وبتقسميه على 5، الناتج اللي بيطلع هو ده عرض الرقبة بتاعك. دي طريقتين، يعني ادي اول خطوة احنا عملناها. بتيجي السنطري بقى مسطرتك كده، نبتدي تروحي عاملة بنقط كده الاول، تروحي مظبطة معاكي خلاص. هتيجي بعد كده خدي عرض الكتف بتاعك وليكن 12 سنتي، تروحي عاملة كده، دي واحدة. هنقول ادي 12 سنتي. طيب انت عايزه تنزلي بخط البط، معلومات مهمه ليكي لحبايبي المبتدئين والجداد معانا، هنقول خط البط لو حضرتك نحيفه انزلي ب 20 سنتي، متوسطه فوق المتوسط 22 23، ممتلئه 24، وما تزوديش عن ال 24. ادي ال 12 سنتي، هننزل بقى بخط البط بتاعنا بالشكل ده. هتاخدي بقى محيط الصدر بتاعك، نطوله شوية كده بس عشان خاطر ايه، هنيجي بقى ناخد ربع محيط الصدر بعد الزيادة اللي احنا قلنا 4 سنتي بنضيفها على دوران الصدر والوسط ومحيط اكبر. ادي حبايبي دي اهم حاجة. طيب انت عايزة بقى الاول هننزل كده 4 سنتي، 4 سنتي ده الميل لأي مقاس خلاص. هتيجي بقى عشان تحددي نقطة الجيرو بتاعتك، ودي من الباترون البروفايلي، اتعلموها حبايبي هيفيدكم كتير جدا في الكورسيه والكورساج، سوريهات، بلاطي، جواكت، بصراحة باترون يعني حلو جدا، ويطلع لك فرق الزيادة، وازاي بتعملي فرق الزيادة
على مقاسك بالظبط، غير الباترونات التانية بتجيكي رقم ويقول لك خدي بقى اللي يناسبك. فلا طبعا ده محترم يعني. انت لو نحيفة هتطلعي من نهاية خط البط ده لفوق كده 5 لـ6 سنتي، متوسطة 7 سنتي، ممتلئة من 8 لـ9، وبتروحي مرتفعة كده، دي اسمها نقطة الجيرو. ده حسب حجمك. هتيجي بقى التلاتة سنتي هنرتفع بهم، ده ثابت لأي مقاس. طيب الجزء اللي بين 7 سنتي أو نقطة الجيرو والتلاتة سنتي ده بيفصلك خط الباط عن خط الجيرو. معلومة حبايبي، حردة الباط مش اسمها حردة الباط كله، لا، خط الباط بين اسمين، حردة الباط وحردة الجيرو. حردة الباط الجيرو اللي احنا قلنا الارتفاع بتاعنا 7 سنتي. حردة الباط بقى لما قلنا بناخد 3 سنتي بنرتفع بيهم، دي بقى حردة الباط، تخرجي بيها كده 6 سنتي. دي معلومة حبايبي مش كتير عارفينها. هنيجي كده، دي تدخلي 1.5 عشان تبتدي تحرجي هنا نص سنتي من الجيرو بالشكل ده. يبقى اذا عندنا الباط، خط الباط بينقسم قسمين، حردة الباط اللي هي لغاية 3 سنتي، حردة الجيرو اللي هي في نهاية بترتفعي بنقطة الجيرو اللي احنا محددينها. تيجي بقى تعملي كده يطلع معاكي مظبوط. طيب هتيجي بقى من هنا، هنا هتنزلي بقى، احنا بنشتغل على طول الوسط بتاعنا، طول الظهر. اذا طول الظهر لو عندك 40 بتنزلي بال20، هتاخدي برضو ربع محيط الوسط. طيب احنا هنا هنشوف، هو مش مدينا بقى اي تقسيمات ولا اي حاجة، مفيش، عشان احنا عندنا هنا كولونا هي اللي هتريح المقاس بتاعنا. ادي حبيبتي احنا بس اهم حاجة نرسم، ادي رسمنا الوسط. طيب ده لأي مقاس، عشان تحددي نقطة محيط اكبر عندك، وبرضو ما فيش حد كتير بيقولها، ودي موجودة في الباترون البروفايلي. بصي بيديكي نقطة محيط اكبر معاكي بالظبط، بتنزلي بقى من الوسط 22 سنتي، ده لأي مقاس. وهتروحي حبايبي خدي بقى ربع محيط اكبر عندك بعد الزيادة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي 4 سنتي. طلع معاكي اللبس مظبوط. هنا بقى الطول بتاعنا اللي احنا واخدينه حددناه، هتخرج كده بصي بقى هنعمل التوسيع بتاعنا. احنا هنا بنعدل الجزئية دي عشان دي ما تزرزرش معاكي في الخياطة. انت هتاخدي الطول بقى من عند الوسط من هنا للنهاية، شوفي هيطلع معاكي كام، يطلع معاكي 40 45 حسب بقى الطول اللي انت واخده. يعني اذا هتاخدي العشرة، لو مثلا 40 يبقى العشرة 4 سنتي، اخرجي كده من هنا كده 4 سنتي، وتروحي موصلاهم لغاية الوسط كده. احنا قلنا متفقين ان التوسيع ده بيدي معاكي شوية ميل في الجناب. طب احنا نعدل ازاي؟ هناخد بقى الـ40 سنتي او المقاس اللي احنا واخدينه من الوسط الى الديل، بنقيس برضو من هنا لغاية ما يطلع معانا 40، يطلع بقى فرق معاكي 1 سنتي 1.5 زي ما يطلع. تروحي بقى بصي خديها بقى كده اهو، بصي انا مش عايزاكي بقى خديها بدوران كده، لما اجي اقصها هيبان. احنا عايزينها عشان يديكي الدوران اللي انت شايفاه ده، بصي انت مش هتعملي دوران ولا حاجة، هو هيطلع اوتوماتيك معاكي خلاص. عايزة تدوريها شوية مفيش مشكلة، بترتفعي من هنا كده 1 سنتي كمان
وتروحي واخداها لغايه نص الامام كده بالشكل ده. طيب احنا هنيجي بقى هننزل المرد عندنا هنا كام؟ عندك المرد من 20، من 22 الى 30. احنا المرد اللي عندنا هنا تحت الصدر قولي حوالي 22 25، يعني هتيجي من هنا هتقيسي 22 25، يعني اذا هيبقى هنا، يبقى ده هتقيسيه من هنا لهنا 25. اخرجي بقى بالمرد بتاعك، خدي 8 سنتي سوري، نخرج الكلوني بتاعنا، نعمل الكلونة يعني. خلاص هنيجي بقى نبص، انا دايما احب، ايوة خرجناها 8 سنتي من تحت، من هنا برضو خرجي ب8 سنتي بالشكل ده. ادي ده البطرون بتاع البلوزة. طبعا الكم حبايبي انا شرحاه والنص ياقة على الصفحة وعلى القناة، شوفي الكم بتعمل زي في الكورس المجاني على القناة، الكم العادي هتلاقيه موجود عندك، الاسورة عرضها 5 سنتي، وبتعملي تشريبات من على راس الكم. هنشوف بقى نعمل البطرون ووريكي تعملي الكالونيه ازاي والمرد. ادي احنا اتفقنا احنا عايزين اهو، هناخده دوران كده اهي، نزل معاكي دوران. ادي الكالونيه بتاعنا او الكولونة اهي، طبعا الظهر بتعمليه عادي. رجعنا لكم حبايبي، ادي عشان بس كان الادام جدا، بصي ادي انت القماش بتاعك اهو حتتني كده، خلاص ده القماش اهو. هنيجي بقى احنا قلنا عرض الكولونة كام؟ 8 سنتي، يعني هناخد نصهم، يبقى خدتيها على البطرون هنا 4 سنتي. ليه؟ عشان احنا هنحط البطرون على القماش وهو متني، هتروحي عاملة كده. خلاص هنقوم بقى نقص، نحط بس دبوس ابرة نثبت، عشان هقولك بس المرد هتعمليه ازاي. هناخد بقى بالمركب اتعلمي. خلاص يبقى اذا احنا هنا هتبقى دي الكولونيه بتاعنا. ممكن تسيبي 1 سنتي كمان فوق كده، على اساس انت هنا التشطيب بتاع الكولونيه. خلاص هتيجي بقى هنروح من هنا، بصي بقى الخط ده تسرجي بقى، الخط ده احنا هنسرجه بس نظبط الورق ده ناشف شويه، معلش بس كده عشان يطلع معانا مظبوط. ادي الكولوني كده اهي، على الخط ده. طبعا انت لو عندك روليتا وكربون اصفر بتحطي الكربون وبتروحي طبعاها الناحية التانية، ما عندكيش تشغلي عادي زي ما انا بقولك كده،
بالشكل ده، تروحي مسرجه الخيط والابره يبقوا في ايدك. ادي احنا هتيجي بقى بعد كده. بصي احنا هنا ارتفعنا كام، 1 سم او 1.5 عشان التشطيب. هتيجي بقى هنا تتركي 1 سم. احنا كل ده احنا على القماش عشان ده هتخيطي عليه المرد بتاعك. المرد بقى بصي تاخديه للاخر كده، وهقولك ليه، عشان يمشي مع الدوران بتاع الرقبة. هوريكي عملي واحنا بنقص. يبقى اذا ادي الكولونة اتعملت، هنيجي بقى ده الجزء اللي هنركب عليه المرد. المرد بقى اعمليه بالعرض 2.5. هنقص بقى كده اهي، وتحطي طبعا فيه فازلين. ادي قصينا اهو بالشكل ده خلاص. هتيجي بقى دوت تروحي ممشياه مع الدوران بتاع الدكولتيه، عشان لما تيجي تركبي الاول بتركبي المرد، بصي المرد بتاعك يبقى كده، عشان خاطر لما تيجي الجزء ده ما تقصهوش. خلي الجزء ده بتاع المرد طويل بنفس الوضع ده كده، عشان لما تيجي تقصيه مع الدوران. بصي اهو هيبقى كده اهو، عشان الدوران هيمشي مع المرد بتاعك، يبقى ما يضايقكش في التشطيب. خلاص ادي هنقص بقى نكمل. سهل، موديل سهل جدا، بس ايه في شويه فنيات عرفتيهم خلاص عادي، الموضوع بقى عادي معاكي. طبعا انت الكولونيه احنا يعني القماش على الظهر اهو، القماش معانا على الظهر. هتيجي بقى بعد كده هنعمل كده، هنشيل بقى، استني هنعلم ده عشان ايه ده تبقى معانا جديده شويه. هننقل بس الدبابيس على الخط بتاع الكولونيه اللي هو يعتبر على القماش معانا ده. البطرون نشيله بقى اهو، ده معاكي القماش بالشكل ده. هتسرجي، بصي يا حبيبتي ده يتسرج، ما تحطيش دبابيس. ليه؟ عشان انت هتحطي فودره وهتعملي ترشي رشه ميه على الفودره وبمكوه سخنه عشان تطبعي الكولونيه معاكي، مهما غسلتيه بعد كده ما يفكش منك، هو بياخد الوضع بتاعه. هنيجي بقى ده كل ده ظهر القماش. طبعا فهمت ازاي بنعمل هتيجي بقى بالشكل ده، بس ايه نظبط القماش ده معانا. هبصي بقى انت هنا اصبح عندك الكولونه بتاعتك اهي. استني هنا 2 سم وهنا 2 سم، هنا 2 سم وهنا ال 2 سم. اذا ده ال 4 سم اللي انا قلت لكم عليه، ودول بقى اللي احنا قلنا لك ده كل ده على القماش اهو. دوت بتاع ايه اللي هتركبي عليه المرد. المرد هتعمليه، اعملي من هنا ادي 2 سم اهو، ممكن تاخدي 1.5 و1.5، 3 سم، ممكن تاخدي من هنا 1.25 اهو، ومن هنا 1.25، وتركبي المرد بتاعك. ممكن انت هنا بصي نقصقص كده، سديها واحدة بس عشان اوضح لك، وممكن تخليه هنا ده هتركبي المرض. ممكن انت تاخدي ده على العرض نفس اللي انت خدتيه، وتعملي
العراوي طبعا تعمل على اليمين، والجزء اللي تحت ده تعملي برضو بطناط ليه، فهماني؟ بتركبي بطناط ويبقى يعني بتركبي.